المركز الألماني لإبادة الحشرات. سوري يا فندم، غيرنا النشاط. واعمل ايه في صراصير البلعات؟ جيبيها لنا يا فندم واحنا هنحولها روبوتات. اليابان قررت تفكر بره الصندوق وتستعين بالصراصير عشان تساعدها في الزلازل والكوارث اللي بتعمل تدمير، وتبحث عن الناجين اللي تحت الانقاض ووضعهم خطير. فياريت نبطل نضرب الصراصير بالشبشب ونعمل لها تقدير. الباحثين ركبوا جهاز على ظهر الحشرات مصنوع من الخلايا الشمسيه والالكترونيات وبتقنيه بلوتوث لاسلكيه. الصراصير هتنفذ التعليمات. حد هيقول لي طب اشمعنى الصراصير بالذات؟ لانها تقدر تدخل بسهوله المناطق الضيقه وتجتاز العقبات. العلماء قالوا معلش، صراصيرنا اشطر من الروبوتات اللي بتحتاج تتشحن كل شويه او نغير لها بطاريات، وناويين ان شاء الله يرقوا الصرصار ويعملوا له تطويرات ويزودوه باجهزه استشعار وكاميرات. يا زمن، عملت للصرصار قيمه بعد ما كان من سكان البلعات. تفتكروا الصرصار ممكن ينقذ البشر فعلا ولا تهيؤات؟